لودفيغ فان بيتهوفن وسيمفونيته التاسعة يشعلان أجواء المدن الأوروبية احتفالا بمرور 200 عام على ولادة مقطوعة وصفها مؤرخون بانفجار غير الموسيقى إلى الأبد. مكتبة برلين كشفت النقاب عن النوتة الموسيقية الأصلية للسيمفونية التاسعة المكتوبة بخط يد بيتهوفن وعليها ملاحظاته وتعليقاته. هذه هي النوتة للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن التي نحتفل الآن بالذكرى المئوية الثانية لتأسيسها، مكتوبة بخط يد بيتهوفن على الورق. كما ترون لم تكتب دفعة واحدة، ولكن تم تصحيحها مرات عدة، وتم تحريرها وشطبها في إصدارات مختلفة ومحيها وأعيدت كتابتها حتى ظهرت هذه النتيجة أخيرا. ومنذ أول عرض للسيمفونية على أحد مسارح فيينا في 7 أيار عام 1824 ظل يتردد صداها عبر أوروبا والعالم وفي الأحداث التاريخية الكبرى ومنها سقوط جدار برلين. السيمفونية التاسعة يتمحور موضوعها حول الأخوة بين البشر، وفي الفقرة الأخيرة منها لحن بيتهوفن أبيات الشاعر الألماني شيلر أنشودة الفرح، معتمدا على أداء 4 مغنين وفرقة إنشاد. ولأن بيتهوفن كان مصابا بالصمم عندما ألف السيمفونية التاسعة، فقد دفع عمله هذا نحو مزيد من الاعتقاد بعبقريته الموسيقية الخالدة.